طب انت شفتها وهي بتهر امبارح الظهر؟ انا ما شفتهاش غير بالليل بعد المغرب. امال مين اللي بيقول بتهر امبارح الظهر؟ ده حرام ولاد، انا كنت كانت نايمة تهر بالليل. الظهر، كان في دم ايوه وكان في دهن معاها، دم ده. دم ودهن. والزنين حصل بالليل ولا بالنهار؟ ده بالليل. بالليل كان بالزنين من المراخينة. دكتور ممكن يكون برد ده؟ لا مش برد، دي حاجة اسمها سالمونيلا، ده ميكروب بيبقى موجود في الأمعاء وبيوصل للدم طب بيوصل منين؟ من المعدة، من المصارين، بيوصل للدم وبعد كده بيطلع السموم. السموم دي هتنتشر على الجسم كله وتنزل الحرارة، دي حرارتها 36.5، وتنزل الحرارة فالبهيمة ترقد زي كده زي ما انتوا شايفين. يعني مش برد دي. ده مش برد، مش برد، ديزنتريا دي حاجة تاني.